السلام عليكم. حاصرتهم الحرب ووجدوا بيوتهم على خطوط التماس، فنزحوا إلى الحي المجاور، نزحوا إلى ثعبات، فتعرضوا فيه للقصف والقنص لدرجة أنهم كانوا يشيعون كل يوم 3 جنائز. وحين أرادوا العودة إلى بيوتهم بعد أن ابتعدت عنها المواجهات المباشرة، وجدوها أنقاضا وشبكات لا حصر لها من الألغام والعبوات الناسفة. المواطنان يوسف الفقيه وأحمد عثمان يحكيان جانبا من معاناتهما جراء تلغيم الحوثيين لمناطق السكن ورعي الأغنام في حي ثعبات بمدينة تعز. نتابع ثم نعود. طبعا من لما دخلوا الحوثيين لا عندنا المنطقة للأمانة ما حصلناش خير. وصلوا لعندنا أول بدينا النزيح، نزحنا من الحارة حقنا، انتقلنا إلى ثعبات، يعني هنا كان خط تماس، انتقلنا طوالي من خط التماس ارتفعنا شوية إلى منطقة ثعبات. طبعا بداية الحرب كله كان متركز على ثعبات الضرب، من عدة مناطق لثعبات، من العمير هذا كان كله كان مع الحوثيين كان كله لثعبات، المكلكل كان يضرب لثعبات، سفتين يضرب لثعبات، القعشة لثعبات، غير تباب الحوبان كله، يعني قذائف، يعني ما تسواش القذائف كم، يعني لما يبدا هاوين كاتوشا هاوزر قناص، يعني ما درينا انا نروح، يعني ما شاء الحمد لله الحمد لله كنا في ثعبات اتعايشنا مع بعضنا البعض، يعني داخل ثعبات يعني تحمي الدنيا، ندخل البيوت حقنا نخرج يعني يوم يومين ولا اكثر الاوقات شهداء، يعني باليوم كان يخرجين 3 جناس شهداء، يعني ضرب الثعبات لأبعد حد، يعني الضغط كان بالضرب على ثعبات بشكل ما تصور. والله المنطقة كانت تحت سيطرة الحوثي، وبعدين تم تحريرها من قبل المقاومة. احنا كنا نقول خلاص يعني المنطقة محررة، يعني منزوعة الألغام. أتفاجأ بمدرسة عقبة، شبكات ألغام انفجرت بقطيع من الأغنام، راح عليها 15 غنمة وتعور بقرة. اتحررنا اول ما تقولوا على اساس اننا قالوا المنطقه خلاص المقاومه تقدمت، قلت خلاص يعني قدنا اشياء البيت حقي ارجعه، يعني الحمد لله قالوا تقدموا، واحد كلمني قال لي الشباب تقدموا المقاومه، الجيش المدني المقاومه تقدموا، شوف البيت حقك لان كان على خط النار، يعني كان الفاصل بينهم شارع 3 متر بين الحوثيون والمقاومه 3 متر بالشارع. اول ما قلتوا له هنا واشوفهم يخرجوا الالغام، يعني حدود 5 ألغام وخرجوا لنا من الشارع هذا جنب البيت حقي، يعني انا امن اروح البيت حقي امن، يعني ما اقام من اخر الدنيا لجنب البيت حقي، يعني اعمل الغام جنب البيت، يعني انا معي جوهال، انا بالاخير انا شاعر البيت حقي معي 5 جوهال و5 أطفال، يعني شاعر اروح البيت حقي الحمد لله الحرب كملت. اتفاجئ ان انا اجي هنا اشوف المقاومه واللي يخرجوا الغام وعبوات. طبعا احس على السبب احد شباب المقاومه يقول لي ادخل البيت حقك، فقد ان الابواب تخلعوا الطيقان قليل من الجدران، صلحت البيت حقي على اساس قلت له بيت حقي على اساس ان انا بدخل. اتفاجئ وقرح لقم باللي هذا هناك تحت، وانا عدنا هنا بدخل البيت حقي شويه مع خلاص اسعفوني، نزلت للمستشفى جلست بحدود اسبوع مريض. وبعدين انتقلنا للجهه الثانيه، قلنا يمكن هذه المنطقه يعني كثيره الغام، واذا بتاريخ 22/10 يوم الاحد أصبت بانفجار الغم أدى إلى بتر الرجل اليمنى وإصابة الرجل اليسرى بجروح بالغة أدى إلى إقعادي. والله الفراقة المكلفة بنزل الغام بعد ما راحنا الغنم حقي جاءوا بعد 1.5 سنة، فتشوا مدرسة عقبة خرجوا منها مجموعة من الغام وتوقف البحث عند مدرسة عقبة، ويحتاجوا إمكانيات ويحتاجوا مواصلات ويحتاجوا أجهزة ويحتاجوا فريق متكامل مدرب يعني خاضع قبل كذا للتدريب. المنطقة كبير جدا، تبدأ من منطقة الدمغة إلى منطقة قصر صالة، يعني من الشرق إلى الغرب، يعني تعتبر الضاحية الجنوبية، هذه الضاحية الجنوبية كلها ملغومة،
يعني والله الفرق المكلفة بنزع الألغام لم تقم بعشر هذه المنطقة، بتفتيش عشر المنطقة هذه. أنا تعبت شظية في الرقبة، دخلتين من الخدة ذا ووصل للرقبة، والأذية الآن في ما زالت في الرقبة، يعني ما إن شاء الله نحن نخرجها في لما الأمور دي تحسن توفر الإمكانيات. شوف إذا في ضغط أو برد تأثر عليها، إذا في تحملتو كذا حاجة ولا في برد بردتم تأثر عليها. طيب أنا شدري بس الاتفقي خد تفقي يا أخي، بالأخير أنا مواطن، بالأخير أنا أشتي أمن أشتي أمان، بالأخير أنا معي أطفال قصدي أحافظ على أطفالك، يعني كمدعنا يا شهداء. يعني صار بالله واحد لما يجي يقول له ابنه روح اشتري، يقول له خزنة يا باشا روح اشتري دفتر، يقول عند الأب يقول له أنا ابنك، يقول له ابني راح اشتري دفتر يبكر يدرس، يقول له عظم الله قراك بنك استشهد، ما ايش فيه، قال له وقعت قذيفه. نفس الكلام يعني هذا حدثت والله في ذعابات، نفس الكلام واحد يروح يعني ابو يا بلقر روحت من العمل مع سواق باص، لقر روحت من الشغل قزي مع قعاله، يعني ابن طيف فكر بقعاله، وانا بابا انا قالوا استشهد قناص تقص انت وصاحبك، يعني دقيقه دقيقتين تقول له خلاص الله نلتقي، يقول لك ان شاء الله نلتقي، تجي بعد فتره يقول لك استشهد قذيفه. ليش الدمار هذا؟ ليش حالتي الصحية كما ترى الآن؟ أنا محتاج علاج، أول حاجة محتاج علاج، يعني توقف العلاج، ومحتاج السفر للخارج كي يشوفوا حالتنا الآن. أنت صورتني وصورت الرجل اليمنى والرجل اليسرى وشفت حالتي الصحية كيف هي، ناهيك عن المشاكل الصحية التي تنجم عن هذه الألغام، مشاكل عصبية، مشاكل نفسية، مشاكل صحية، يعني تترتب على هذه مشاكل كثير. الألغام هذا أكيد، الألغام هذا الآن لحد الآن ما قدرناش نتخلص منهم، يعني بالأخير أنا في مناطق ما خلاص أنا أتحرم من إن إحنا ندخل المناطق هذه، أطفالنا إحنا ماسكين في بهم، ده مش ضروري إنه يدخلوا أماكن، يعني معنا الزفت معنا الشارع، يعني هنا لما قدوا صفاتوا جنب البيت مكان محدود، الآن معي أنا مخزن داخل البيت من جهة ثانية باب مستقل، الأرضية حقه ترابين ما قدرتوش إن ندخله، يعني خلاص حاجة بعيدة عن البيت، فتحتوا باب حق البيت المدخل البيت، أما أنتوا كذا شوية جنب البيت إذا أنا بدخل بخرج، أما أماكن ثانية ما قدرتوش إن أنا أدخل أمني، يعني بالأخير يعني سؤال، يعني ليش هذا؟ ليش الضرب هذا؟ أنا طالب المنظمات وخاصة المنظمة الأممية الذي تقع على عاتقها مسؤولية كبيرة، لحد الآن لم تقم بأي إجراء. ونحن ننتظر من هذه المنظمات أن تبادر وأن تبحث وأن تتحرك وأن تشارك منظمات محلية لتعريفها بالمناطق والأشخاص والمتضررين ضرر كبير في هذه المنطقة. الآن أنا أكلمك نتمنى من فريق الألغام يعني يقول المنطقة حقنا، يعني مساحات محدودة قادرين انهم لانهم مربعات قادرين انهم يدخلوا اقل حاجة على مربعات، واحنا نقول ان شاء الله انهم يسمعوا كلامنا ومناداتنا انهم يمسحوا لنا، وقصهم الاخر ما قصروا، كانوا يطلعوا بعض الالغام ولما بس ما زالت في هناك الغام اماكن، قد نقول لك ما نقدر يعني بالحقي ضروري ان انا افعل الحجار واتصعد اسلاق وهذا لاني ما اناش قادر، كنت من اول اقدر للجهة الثانية نهاية البيت على درج واطلع طوالي، لا غير الان الخط هذا الخط يربطنا للشارع الثاني الشارع الرئيسي ما اقدر ادخله، المناطق هذه الترابيه ما اقدرش. المنطقه اللي يعني معانا المناطق اللي هي زفلت عندك تقدر تمشي فيه به، المناطق اللي هي مرصوفه حجر تقدر تمشي فيه به، اما مناطق ترابيه للامانه ما تقدرش انك تمشي فيه به. يعني الغام، قذائف، هون، هوزر، كاتيوشا، يعني كم؟ يعني عمرنا كله ما عرفنا السلاح هذا، عرفناه الان. هذا هاون، هذا هوزر، هذا كذا، ليش الشيء ذا؟ يعني بالاخير احنا معانا جوهان الشيء نربيهم. كانت يعني إصابة بالغة، يعني جرح قطر 30 سنتي في 15 الكبير، وهي ثلاثة جروح، حتى أنهم عندما أجروا العملية وقعت على يعني إخلال مسؤولية المستشفى. أصلاً عيالي ما محليهمش، أخاف إن أنا أقول لواحد مثلاً يطلع مشان يرجع المال حالي يدخل كذا ولا يرجع كذا، ما ارجع اطلع انا قادر انهم يدخلوا يمسحوا ويبعدوا وينظفوا، والامور ان شاء الله للتحسن، احنا نتامل خير، احنا مهما كانت الظروف
والضغط هذا والضرب هذا علينا في منطقة ثعبات. لا أنا أشوف ثعبات صمدة، صمدة برجاله بشبابه بنسائه بكل شيء، يعني صمود أسطوري لأبعد حد. الأطفال الآن تحركوا، جاءوا يعني كانوا نازحين و قدموا إلى بيوتهم، الآن يتحركوا إلى المدارس، يلعبون في الميادين، في الشوارع، في الأزقة، في الحارات، يعني لا تخلو مدرسة ولا يخلو مسجد ولا يخلو شارع ولا تخلو ساحة حتى فوق الأشجار، حتى عملوا ألغام في الملابس، حتى في أواني الطبخ، حتى في الكباتات والدواليب، لم يتركوا شيء. معاناتنا لا التحالف يعني يتمنى انهم ينهوا المعاناة حقنا، ولا الحوثيين ولا يعني خلاص يعني يمنع حرب، يعني بالاخير احنا معنا اطفال يعني يرجعوا لوعيهم، يعني يجي لجنب البيت وقتل امريكي ولا قتل، يعني يعملوا حسابية كذا، يعملوا كذا ملخص كم قتلوا امريكي ولا اسرائيلي. والله كل احنا تصور المنطقة كلها اطفال، كل يمنيين، والله لا في لا حوثي لا امريكي ولا اسرائيلي ولا معنا حال، احنا مواطنين نربي اطفالنا، لا حوثي لا امريكي معنا ولا اسرائيلي معنا، كم يفعلوا كذا حتى ملخص كم من الضرب هذا كله، كم ماتوا امريكيين ولا كم ماتوا اسرائيليين، والله كلهم يمنيين، حتى الضرب اللي عندهم اللي بالحق الطائره الاخطاء الطائره ما ولا اي نطفه دم يمني، احنا ضد اي نطفه دم يمني تسفك مهما كان، يرجعوا لصوابهم ويعني نزلوا لا عندنا لا هنا، ويعمل لك جنب البيت الغام، يعمل لك جنب البيت عبوات، بالاخير انا شرقع انا واطفالي تفاجعني 6 عبوات و5 الغام. والله رسالتنا نوجهها الى الجيش الشعبي والمقاومه بالتعاون مع فرق نزع الالغام وإتاحة الفرصة لهم وتمكينهم وتعريفهم بالمنطقة والمناطق التي قد أصيب بها مجموعة من الناس أو الحيوانات. زرع الحوثيون الألغام والعبوات الناسفة في كل مكان استطاعوا أن يصلوا إليه، ابتداء من مجاري السيول وانتهاء بأبواب الحمامات وخزائن الملابس. هذا شأنهم وهذا ديدنهم، وهذا ما صنعوا لأجله وتربوا عليه. ولكن هل يعقل أن تظل الأحياء المحررة في مدينة تعز مفخخة بالألغام رغم مرور عامين على تحريرها؟ ما هو التحرير إن لم يكن الأمان وعودة المدنيين إلى منازلهم وذهاب الأطفال إلى مدارسهم دون خوف ولا قلق؟ مشاهدينا الكرام، للحديث عن قضية الأحياء الملغمة في مدينة تعز ينضم إلينا الناشط الحقوقي ماهر العبسي من مدينة تعز، ومرحبا بك سيد ماهر. سيد ماهر هل تسمعني؟ ايوه معك. مرحبا بك. هل هناك إحصائية بعدد ضحايا الألغام تحديدا في مدينة تعز؟ يعني هناك احصائيات لكن ليست احصائيات يعتمد عليها، لان ضحايا الالغام ليس على مستوى المدينه فقط، هناك ضحايا في المديريات الريفيه، وهناك ضحايا لم يصلوا الى مستشفيات تعز بل يصلون الى مستشفيات محافظات اخرى مثل محافظه عدن، فالاحصائيات ليست دقيقه وليست يعني لن تحصل كل ضحايا الالغام. نعم، لكن كتصور عام. نعم كتصور عام، هل هناك رقم محدد او تقريبي لهؤلاء الضحايا؟ العدد الموجود حاليا هنا في مدينه في اطار المدينه هو 196 شخص مبتور الالغام، هؤلاء المبتورين المصابين. نعم. من غير ضحايا القتلى الذين تم التوصل اليهم 196 ضحيه مبتور الاطراف طرف او طرفين بسبب هذه الالغام التي تم زراعتها هنا في المدينه في احياء صاله واحياء يعني احياء كبيره من مديريه صاله. نعم. ومديريه الانشراف ومديريه المظفر. برايك لماذا يعني يلجا الحوثيون الى تفخيخ وتلغيم المنازل والطرقات بعد انسحابهم منها؟ يعني بحسب افاده الضحايا واسر الضحايا في هذه المناطق ان الحوثيين يلجؤون لتلغيم هذه الاحياء
من اجل يعني من اجل يعني منع المقاومه من التقدم اليهم او قوات الجيش الوطني من التقدم اليهم، فيتم زراعه هذه الالغام. لا يكترثون اين يزرعوها، طبعا يزرعوها في ابواب المنازل، في داخل المنازل نفسها، في الطرقات العامه، في القرى، يعني في احوال الزراعه كما شاهدنا في الصلو ومديريه صفر المواسم. يتم زراعه هذه الالغام يعني في كل الاماكن رغم انها محرمه، واليمن موقع اتفاقيه ومعاهدات بانها تخلصت من جميع هذه الالغام، لكن الالغام ظهرت من جديد. نعم. ويبدو انها كانت مخزنه من عهد النظام السابق، وتم زراعتها في 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 المدن، في المدن وفي الارياف وفي المناطق التقنيه بشكل كبير جدا. لكن وجود هذه الالغام والمفخخات الموضوعه بعنايه في ثنايا خزائن الملابس وفي اواني المطابخ كما تحدث الضحايا، يعني ينفي مساله استهداف الحوثيين فقط لتقدم الجيش والمقاومة الوطنية. لكن لماذا تأخرت عملية تصفية هذه المناطق من الألغام كل هذا الوقت؟ نتحدث عن عامين. طبعا هو يعني زراعة الألغام لا يمكن أن تحدد أنك يعني ستقوم باستهداف عسكري أو مدني. زراعة الألغام في الطرق وفي الأماكن العامة بالتأكيد أنك يعني ستقوم باستهداف مدنيين، حتى وإن استهدفت عسكريين فزراعة الألغام لاستهداف العسكريين أيضا محرمة وممنوعة بحسب القانون الدولي. نعم. الإنساني. تأخر نزع هذه الألغام وتأخر يعني نزعها من الأماكن المناطق المحررة يعود طبعا في السابق كنا نعود لنقول لضعف الامكانيات وضعف القدرات مثلا لشراء الاجهزه وتمويل فريق نزع الالغام، لكن حاليا نقول انها هذا يعني يعتبر تقصير واهمال وتقاعس عن اداء هذه المهمه، التي تعتبر هامه جدا. يعني هناك عند زيارتنا مديرية الصيد ومديرية الوازعية وكثير من المديرية التي زرعت فيها الألغام بشكل كبير، الناس لا يستطيعون الزراعة وأداء مهمهم وهو يعني قوتهم الأساسية من الزراعة، لا يستطيعون بسبب الألغام. فرق نزع الألغام لا تقوم بمهمة بشكل كبير، يتحققون بعدم وجود أجهزة حديثة يعني تقوم باكتشاف هذه الألغام، لأن هناك ألغام بلاستيكية غير الحديدية لا يمكن اكتشافها بالأجهزة البدائية هذه. نعم. هناك يعني تقاعس و تقصير من السلطة المحلية بهذا الجانب وعدم شراء الأجهزة الحديثة، ولا يمكننا أن نتحقق بالإمكانيات، الإمكانيات حاليا متاحة في المحافظة لكن هناك تقصير وعد. نعم. ماذا عن التوعية؟ هل كان يمكن أن تحد من انتشار أو من يعني من وقوع الضحايا؟ التوعية مهمة جدا في هذا الجانب. هناك جهد مشكور للمركز الوطني لنزع الألغام فرع تعز، يعني شاهدنا له توعية في كثير من المناطق هنا في المدينة أو في الريف، لاحظنا كثير من قلة التوعية التي يقوم بها، لها دور كبير في الوقاية وعدم وصول يعني المدنيين لمناطق الألغام. نعم. ماذا عن المنشآت الصحية؟ كيف يمكن تقييم تجاوبها مع حالات الإسعاف، حالات العلاج طويل الأمد لضحايا الألغام؟ طبعا المنشآت الصحية هنا في مدينة تعز إلى حد الآن لا يوجد أي يعني منشأة أو مركز صحي متخصص باستقبال ضحايا الألغام، لأن ضحايا الألغام ليس كبقايا الضحايا، بقية الضحايا الذين يصلون إلى المستشفيات، فضحايا الألغام هم برعاية بحاجة لرعاية صحية طويلة الأمد، رعاية صحية يعني خاصة بضحايا الألغام المبتورين. أضف إلى ذلك هناك شيء وجانب مهم جدا هو الدعم النفسي لضحايا الألغام، لأن ضحايا الألغام يعانون من حالات نفسية. يعني ضغط نفسي كبير عليهم، يشعرون انهم يعني ليس كباقي المواطنين، ليس كباقي الناس، فهم يعانون من نقص اضرار لا يستطيعون المشي. فالدعم النفسي ايضا الذي يجب ان يكون متوفر، يعني مركز صحي متكامل خاص بضحايا الالغام من الناحيه الصحيه ومن الناحيه النفسيه، هذا غير متوفر في مدينه تعز. مركز الاطراف الصناعيه الموجود في مدينه تعز هو ما زال يعمل يعني يعمل بجهود ذاتيه مشكوره، لكن ما زال الاطراف فيه بدائيه، ليس كما هو موجود في معرب، رغم ان مركز الاطراف الصناعيه في مدينه تعز يعني اقدم من المركز في معرب، لكن غير مدعوم من السلطه المحليه او من وزاره الصحه، لهذا الاطراف بدائيه، ليس هناك الاطراف الحديثه التي ذاتيه الحركه، وهذه الاطراف الحديثه غير موجوده، هي ما زالت بدائيه ويعني لا تعتبر كافيه بالنسبه لضحايا الالغام. نعم. هل هناك مناطق، لو عدنا إلى مسألة التفخيخ،
هل هناك مناطق أعلنت السلطات المحلية في تعز أنها ما تزال منطقة ألغام وقامت بمنع الدخول إليها، توعية المواطنين فيها، يعني عمل سياجات أو ما شابه؟ يعني هناك مناطق طبعا كثيرة ما زالت فيها ألغام، لكن ليس هناك يعني توجيهات أو ليس هناك يعني منع من دخول هذه المناطق بسبب توابد الألغام. يعني لاحظ السكان المدنيين يشكلون بالقرب من هذه المناطق، ليس هناك مدى أو عمل سياجات ممنوع دخول هذه المناطق لأنها ملغمة. يعني إن كان لا يستطيعون نزع هذه الألغام فليقوم يعني عمل سياجات أو موانع لدخول هذه المناطق لأنها مزروعة بالألغام، لكن لم نلاحظ هذا الشيء نهائيا هنا في محافظة تعز. هناك مديريات كثيرة تعاني من الألغام، منها مديرية موزع، مديرية الوازعية، مديرية المخر، مديرية ذباب، مديرية طالة، حبر الموادم، التعزية، المشراق، المعافر، كثير من هذه المحافظات تعاني. يعني هناك الألغام مزروعة بشكل كبير ولكن لا يوجد مناطق معزولة. يعني إذا كان سيد ماهر، إذا كان يعني مسألة انتزاع هذه الألغام وإزالتها وتأمين هذه المناطق مسألة مكلفة وتحتاج إلى جهود وإلى إمكانيات، ما الذي يحتاجه المنع وإعلان هذه المنطقة أو تلك منطقة ملغومة تحتاج إلى تأمين، منع المواطنين، وضع لافتات معينة؟ ما الذي تحتاجه مثل هذه العمليات؟ تحتاج فقط، يعني لا تحتاج الكثير من الجهد والمال، هي تحتاج فقط لأن يكون هناك من قبل يعني القيادة السلطة المحلية وقيادة الجيش في تعز أن يكون هناك إحساس بالمسؤولية وإحساس بأن هناك مواطنين قد يذهبوا بضحايا هذه الألغام. نعم. تحتاج فقط للشعور بالمسؤولية والعمل بجد يعني إغلاق هذه المناطق وعدم سماح المواطنين بدخولها وتوعية المواطنين بأن هذه مناطق ملغومة يجب عدم المرور فيها، وتحتاج فقط يعني لجهود من أجل نزع هذه الألغام نهائيا. هو ليس يعني أمر تعجيزي أو أمر كبير، هو أمر لقيادة المحافظة. نعم، إذا كانت السلطات يعني تتقاعس عن هذا الدور أو أنها منشغلة بأمور أخرى بعيدا عن هذه المسؤولية، ماذا عن دور المنظمات الحقوقية العاملة في الميدان المحلية والدولية؟ هل التفت أحد إلى هذا الملف؟ بالتأكيد، يعني ضحايا الألغام يعني كثير من المنظمات الحقوقية في تعز أصدرت تقارير خاصة عن ضحايا الألغام وعن زراعة الألغام يعني في مدينة في محافظة تعز، زراعة الألغام الفردية بدرجة أولى والألغام الفردية والألغام الجماعية والألغام المدرعات. تم إصدار الكثير من التقارير الحقوقية يوميا، نقوم يعني قبل قرابة أسبوع تم يعني هناك ضحية ألغام جديدة وصلت من منطقة الشرق. نعم، يعني لا أتحدث فقط عن الجانب الحقوقي والتوثيقي ومسألة إصدار التقارير، أنا أقصد عمل على في الميدان على الأرض، على الأقل زيادة جرعة التوعية، عمل علامات وإشارات للمناطق التي يعتقد أنها يعني تم زراعة الألغام فيها من قبل هذه المنظمات. هل هناك أعمال مشابهة لهذه أم أنه لا سلطة محلية ولا منظمات التفتت لمسألة منع وقوع هذه الحوادث؟ طبعا ليس من مهام المنظمة الحقوقية هي يعني النزول وتوعية يعني المواطنين بمنع دخول مناطق الألغام كذا، هذا ليس من مهامها. هذا من مهام المركز الوطني لنزع الألغام الذي يقوم بدعمه الدعم كبير، يقدم له دعم من منظمة اليونيسيف. هذا مهامهم وهذا يعني مهام عملهم الذي يقوم به. هناك جهود قلت لك مشكورة لهم في بعض المناطق، لكن هناك مناطق لم يستطيعوا الدخول لها، هناك مناطق أخرى أيضا لا يستطيعون الدخول بحكم أنها خطيرة وما زالت يعني خطوط تماس. فهذا يعتبر من صميم مهامهم وعملهم هم. ومهندسي زراعة مهندسي الألغام، لكن ليس من مهام المنظمة الحقوقية. على كل حال، هل لديكم من رسالة أخيرة في هذا الملف تودون طرحها؟ رسالتنا كحقوقيين هو أن نطالب بمحاكمة وأن نطالب بمعاقبة كل من قام بزراعة هذه الألغام، كل من تسبب بهذه الكارثة الإنسانية الكبيرة، كل من تسبب بإعاقة الكثير من الأطفال والرجال والنساء. نطالب أن تكون هناك محاكمة لهؤلاء الأشخاص وهؤلاء الجماعات وهؤلاء القادة الذين ساعدوا أو قاموا بزراعة وتصنيع هذه الألغام،
كي يكون عبره لاي اطراف لاي صراعات قادمه، حتى لا تكون هناك زراعه الغام في اي مناطق في اي حروب قادمه في اي صراعات قادمه، وان تهرم وتجرم هذه الالغام ويتم تصفيتها من البلاد بالكامل. نعم، هل تعرفون اي من هؤلاء المسؤولين عن زراعه الالغام في محافظه تعز في المدينه وفي الريف؟ هل هناك شخصيه معينه يمكن ادانتها؟ لا توجد لدي يعني كحقوقيين كاسماء لشخصيات معينه، لكن كل يعني مشاكل الالغام او كل ضحايا الالغام الذين رصدناهم هنا في محافظه تعز تسبب في ايذائهم او في اصابتهم جماعه الحوثي وقوات صالحه من قبل زراعه الالغام في محافظه تعز. جميع من توصل اليهم من الضحايا هم في مناطق تم خروج الحوثيين منها بعد ان زرعوا الالغام واصيبوا في هذه المناطق. سؤال اخير سيد ماهر العبسي، بماذا تنصح الضحايا لحفظ حقوقهم ضحايا الالغام تحديدا؟ يعني ننصح كل من اصيب بهذه الالغام، كل من بقي على قيد الحياه او ذوي الضحايا الذين قتلوا بسبب هذه الالغام، ان يقوموا بتوثيق يعني اصاباتهم لدى الجهات الحقوقيه او لدى اللجنه الوطنيه من اجل يعني اعداد ملفات قانونيه ورفع قضايا على هؤلاء المنتهكين وهؤلاء المجرمين الذين قاموا بزراعه الالغام. طبيعي طبعا ان شاء الله يعني بعد كل الحروب هناك ستكون محاكمات لكل هؤلاء المنتهكين وسينصف هؤلاء الضحايا ان شاء الله، لكن من المهم ان يتم توثيق هذه الملفات بشكل صحيح وشكل مهني حتى تحفظ حقوق هؤلاء الضحايا. ماهر العبسي الناشط الحقوقي كنت معنا من مدينه تعز، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. نذكركم بأن وسائل اتصالنا مفتوحة من خلال الإيميل الظاهر أسفل الشاشة أو عبر صفحتنا على الفيسبوك، كما يمكنكم مشاهدة الحلقات السابقة من البرنامج على قناة بلقيس على اليوتيوب. المواطن أحمد عثمان حسن والمواطن يوسف الفقيه من ضحايا الألغام حيث أبات مدينة تعز تم الرصد، في أمان الله.